أزر لو إن شاء الله كامل تكون بخير. جات لي تعطولات بالفواكه مع الشوكولا، وحبيت نشارك معكم الوصفة. في إناء درت كاس زيت إلا ربع، مغرف كبيرة تاع المارغرين، رشة تاع الملح، ومغرف صغيرة تاع لافاني. خلطت مليح حتى ولا المزيج أبيض. من بعد زدت كاس إلا ربع تاع سكر كلاص وبيضة كاملة مع مغرف تاع مايزينا، مغرف كبيرة. وبديت نضيف في الفرينة بالعقل مع مغرف صغيرة تاع القهوة تاع خميرة الحلوى. الفرينة نقعد نضيف غير بالعقل باش نتحصل على هاد القوام. بعد نشكل كريات داخل هادوك ليمون بلا ما ندهنهم، ونمشيهم كامل بهذه الطريقة، ونقطع بالموس هادوك الزوائد اللي خرجوا، ندخلهم الكونجيلاتور على الأقل 2 سوايع، نثقبهم قبل بالفرشيطة باش ندخلهم. بعد نطيبهم على 160 درجة حتى يتحمروا لي مليح. ولا كريم درت نص كاس تاع حليب، 5 مغارف تاع السكر، وربع مغارف تاع مايزينا. خلطتهم مليح ودرتهم فوق الفرن. كي عقدت درت مغرف تاع لافاني، فرقتها فوق طبسي هكا، ودرت لها كيس بلاستيكي من الفوق اون كونتاكت، دخلتها للثلاجة. بعد ما بردت طلعت لها كريم شونتيي، كاس مع نص كاس تاع الماء. كي طلعت لي ضفت هذيك الكريمه هكا بعد ما جمدت لي غير بالعقل، حتى ولا القوام ليس. بعدها قسمت على 3 أقسام، واحدة درت لها ذوق لافاني، واحدة هذه ذوق الموز مع شوية تاع الكولور أصفر باش يمدلي لون شباب. والأخرى درت لها ذوق شوكولا، درت نوتيلا وأي شوكولا اللي متوفرة عندك، ومغرف تاع شي نسوي نسيت اسمها، يعني تقدروا تعوضوها بالكاكاو باش تمد لون الشباب. درتهم في لي بوش، وشكلت بهذا الشكل، وزينتهم بلا نكتارين والعنب هذا اللي كان متوفر عندي، وتاع شوكولا درت لهم حبة صغيرة تاع شوكولا من الفوق.